السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج الباوربوينت، وردا على أحد التعليقات كيف ممكن نعمل تأثير الستارة على شرائحنا في الباوربوينت، ولقاءنا اليوم رح يكون إيجابي على هذا السؤال ويشكر صاحب السؤال. وأيضا إذا كان في إلكم أي احتياجات بتحبوا نقدم عنها شروحات ضمن برنامج الباوربوينت، أكون جدا شاكر لكم لو نزيد بنسبة التفاعل أعرف بالضبط ما هي احتياجاتكم أصدقائي. فقبل ما نبدأ أصدقائي بلقاءنا لهذا اليوم، لطفا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وأيضا لا تنسوا زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر وممتن لحضراتكم. بعض الأعمال لحكاية شغف رح يكون موجود في العلامة البيضاء على الشاشة، وأيضا رابط القناة رح يكون موجود في وصف الفيديو. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامج باور بوينت. أصدقائي بداية لازمنا بعض المواد، فرح نتوجه إلى متصفحنا جوجل كروم وليكن على سبيل المثال، وفي حق البحث رح نكتب ما يلي. رح نكتب stage video background، stage video background. طبعا هو في التبويب الأول أعطاني الكل، يعني الصور والفيديوهات والمواقع اللي تكلمت عن هذا الموضوع وعن كلمة البحث اللي نحن دورنا عليها. وفي عندي تبويب الفيديو لحتى أنا أحمل فيديوهات مثل ما أنا شايفين، وعندي تبويب الصور. اليوم نحن نشتغل على الصور، انت فيك تطبقها على فيديو او صورة او اي شيء. فرح ناخد بعض اللقطات او بعض الصوريات لمسارح وليكن معي على الشكل التالي. رح نتوجه الى ادوات، ومن حجم نختار يكون الصور كبيرة الحجم. رح اختار على سبيل المثال هاي الصورة وليكن على سبيل المثال، انقر باليمين وبنختار نسخ الصورة. بتوجه الى برنامج الباوربوينت وبناخد شريحة فارغة، هذه شريحة فارغة، وبنختار كنترول زائد V أو لصق حتى يتم تحميل الصورة من المتصفح مباشرة مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي. تمام، الآن أنا محتاج أعمل مدخل لهذه الشريحة بحيث تكون عندي إياها على شكل ستارة. فبنتوجه إلى متصفح مرة تانية وخلنا نبحث عن كلمة كورتين، هذه كورتين، وبختار BNG، يعني أنا محتاج تكون عندي إياها الصور مفرغة. فبيطلع عندي العديد من هيدي الستائر مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي. طبعا بإمكانك أنت تحدد اللون، إذا كان بدك إياه green، بدك إياه blue، بدك إياه golden، يعني أي لون فيك أنك تلحقها بكلمة إضافية تعبر فيه عن اللون. ونشوف نحن العديد من هاي الستائر. خلني أختار على سبيل المثال عندي هاي الستارة، أنقل لمرة واحدة عليها، أنقل باليمين وبنختار نسخ الصورة. شو بنختار؟ نسخ الصورة. بتوجه إلى برنامج الباوربوينت. أنا محتاج لما أفوت على هيدي الشريحة يكون على شكل ستارة، فلازم أدرج شريحة قبله. تمام، أدرج شريحة قبله يكون فيها الستارة، وبختار كنترول زائد V، نعطي لصق للصورة يلي قمنا بنسخها من المتصفح ومنكبرها على ملء الشاشة وليكن معي مثلا بهذا الشكل يا أصدقائي. بعد ما قمنا بلصق الصورة بالشريحة رقم واحد رح اتوجه الى الشريحة رقم اثنين. ركز معي الى الشريحة رقم اثنين، رح يكون المدخل او المرحلة الانتقالية لدخول هاي الشريحة عبارة عن ستارة. فبحدد عليا ومتوجه الى قائمة انتقالات، وفي عندي نوع او في عندي نمط او تأثير اسمه ستائر، فبنقل مرة واحدة عليه رح يعطيني هذا التأثير يا اصدقائي بهذا الشكل بالضبط. فيني اختار المدة الزمنية، طبعا فيك تعمل الاعداد اللي انت محتاجه حسب طبيعة البروجكت اللي انت شغال عليه. نفس المبدأ بختار شريحة جديدة، هيدي شريحة جديدة، وخلني اختار ستارة تانية. فبتوجه الى ادراج صور من الانترنت، هذه طريقة تانية لادراج صور الستائر. وفي حقل البحث رح نكتب curtain BNG واضغط على مفتاح انتر لحتى يقوم بعملية البحث. كمان بنفس الطريقة فيني اختار ستائر من هذا المكان. خلني اختار على سبيل المثال عندي هاي الستارة، انقل لمرة واحدة عليها ونختار مفتاح الادراج. بعد ما قمنا بادراج الصورة فيني اكبرها على حسب مساحة الشريحة يلي هي عندك،
مثلا بهذا الشكل، وحاليا بنختار شريحة جديدة وبنحط فيها يعني أي نصوص عبارات أشكال أنت بتحب تقدمه بهي الشريحة. خلني أختار صورة تانية من نفس المكان اللي أخذناه، صورة مسرح. فليكن عندي على سبيل المثال هاي الصورة، أنقر باليمين وبختار نسخ الصورة وبتوجه إلى باوربوينت وبنختار لصق للصورة. طيب كلام جميل. أنا محتاج الآن لما يفوت على هاي الشريحة يكون عندي المدخل على هيئة ستارة أو انزياح أو فتح الستارة، فلهيك بحدد الشريحة يلي رح ندخل عليها، تمام، وبتوجه إلى انتقالات وبنختار تأثير الستائر مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي لحتى يعطيني الآن هذا التأثير. خلنا نشغل ونشوف العرض من البداية كيف صار معنا، تمام. يعني عندي الشريحة الأولى والشريحة الثانية، لما راح أنقر راح يكون انزياح الستائر بهيدي الجمالية وهيدي الواقعية يا أصدقائي. خلنا نختار الشريحة رقم 2 نفس المبدأ، راح يكون معي أيضا بهيدي الجمالية. هذا يلي حبيت أني أقدمكم إياه بهذا اللقاء وإجابة لسؤال صديقنا كيف ممكن نعمل تأثير الستائر في برنامج الباوربوينت أو على شرائحنا في برنامج الباوربوينت. أتمنى أكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع واللائق فيكم دائما، فتكرما لا تنسوني من التفاعل، وأيضا بركز عليكم مرة تانية أنتم أصحاب قناة عالمكم، أي احتياجات تقدروا تساهموا معي يعني أو تقدموا لي أفكار لحتى نحسن بجودة المحتوى من خلال المساهمة في التعليقات. تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.